نبدأ تجوالنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها هذا الخبر المنوع. العثور على دولفين بدون أسنان يعود إلى 30 مليون سنة. عثر في الولايات المتحدة على دولفين صغير بدون أسنان يعود إلى نحو 30 مليون سنة، ما يثبت بحسب العلماء إمكانية أن يتحول نوع حيواني ما بالكامل في غضون 4 ملايين سنة فقط. وأثر غواص على الدولفين في نهر واندو في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة. من أخبار التكنولوجيا مشاهدينا، نطالع من صحيفة الأيام البحرينية سامسونج تطلق تطبيقا ذكيا لمساعدة ضعاف البصر على الرؤية. جاء في تفاصيل الخبر، أعلنت شركة سامسونج إطلاق ريلومينو، وهو تطبيق جديد للمساعدة البصرية يستهدف المستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر عن طريق الاستعانة بنظارة جير في آر للواقع الافتراضي. وإلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدينا التي اخترنا منها لكم في الصحة، القلب المغني لعلاج الأزمات القلبية. ابتكر باحثون في جامعة ناشونال في سنغافورة جزيئا وصفوه بالإعجازي يدعى القلب المغني، يساعد خلايا القلب على إصلاح نفسها ذاتيا من خلال تنشيط جين له علاقة بعملية انقسام هذه الخلايا. ومشاهدين صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم، تطبيق إلكتروني يساعد في علاج المصابين بارتجاج في المخ. ابتكر باحثون أمريكيون تطبيقا إلكترونيا علاجيا يمكن تنزيله على الهواتف والأجهزة الذكية للمساعدة في علاج المصابين بارتجاج في المخ. وبحسب الباحثين، فإن استخدام هذا التطبيق لمرة واحدة يوميا بالتزامن مع باقي الإجراءات الطبية المتبعة يساعد في تحسين الأعراض المرضية بشكل أكبر. وختاما مشاهدينا، نطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية، تحديث جديد من فيسبوك يضيف مزايا هامة لتوثيق المنشورات. أعلن موقع فيسبوك عن تحديث جديد من شأنه إضافة بعض المزايا الخاصة التي تساعد في توثيق بعض المنشورات بشكل أكثر دقة. وتساعد المزايا الجديدة أصحاب الصفحات في إضافة عدة شعارات مختلفة إلى جزء جديد يسمى براند أسيست ليبراري، وستظهر بعد ذلك إلى جانب أي شيء ينشر.